هذه المصيبه الثانيه راك شفتو التعاقد مع هذا السيد. هذا السيد كنت قلت انا مش حال هذه، مع الاسف مع الاسف كاين بعض الناس اللي هما كيبغوا يغار اطونسيون على هذا الشيء. راه شوف هذا الشيء خصنا نداويوه، ولا ما داويناهش ما غداواش الفرقه. شي واخا البدراوي يجيب لك 700 لاعب، الا ما كناش كنداويو واحد من هذا شوف، حيت الفرقه الا بغات تزيد قدام راه خص يكون كلشي غادي، جميع جميع المقومات وجميع يعني العناصر ديال الفرقه كيخصها كلها تمشي في ديناميك وحده، كلشي يمشي في صف واحد. علاش؟ راه ماشي كافي المسير، ماشي كافي المنخرط، ماشي كافي الجمهور، ماشي كافي المدرب، ماشي كافي اللاعب، خص الجمهور هو يكون في المستوى. فالجمهور الوقت اللي كيتسرح بواحد السهوله تبدا يقول لي لا ما تشوش، لا راه غادي سميتو راه باقي عندنا حدود راه غنديرو. حنا دوينا في الماتش المحمديه راه فيديو باقي كاين، وخرجوا لي ناس وقالوا لي ودي لا راه هادي راه كتشوش على الفرقه وخليهم، راه مازال عندنا حدود وباقى البطوله ملعوب. باقي الان خصنا ما اسفي، وباقي الناس كيخرجوا تقول البطوله ملعوب. دابا واش بغيتوا تربحوا الوقت باش نعاودوا نبنيو فرقه، ولا بغيتوا تزيد تضيعوا في الايام؟ راه شنو القوال؟ شي واحد القضيه نقول لها راه خص الناس يفهموا، راه ماشي حنا بوحدنا في السوق، راه كاين منافسين. وش دوك المنافسين؟ راه غير يحسموا، راه حسموا، راه حسموا دابا غيتلفتوا للميركاد، كون على يقين. انا صافي انا شنو كنبرزطهم؟ كنبرزطهم غير اللقب، صافي حسموا اللقب. راه داخلين معاك دابا، ديجا داخلين معاك. دونك بغيتي تعيق، بغيتي تضرب حديد مع حدو سخون وعلى تيساع، لانك حنا خصنا نعرفوا واحد القضيه، المساله واضحه بانه المنظومه لن تتغير. راه كذب عليكم، كذاب عليكم المنظومه المسيره للكره. راك شفتوا البارح الضو كيطفى، الماتش ديماري معطل ديال الرجاء اكسبري، يعني باردون الماتش ديال بركان معطل بربع ساعه، لا حكا هذه الممر لا دوزون هنا لا المشموم لا ديروا كذا، ربع ساعه باش معطل الماتش. بينما انه القانون تيقول بان هذا قانون الجميع، ماشي انا اللي جبته، تيقول بانه المقابلات خصهم يديماريو في توقيت واحد، توقيت واحد تصور ربع ساعه، راه ما هي 3 دقائق ما هي 4 دقائق، هو ربع ساعه. يعني الناس واخدين راحتهم في الكواليس مزيان، ربع ساعه. حاجه ثانيه، يعني فاش الرجاء تماك على التعادل تفضوا وشوف واحد القضيه، التيران ديال بركان راه خاسر عليه هذاك مول الجامعه اللي شاد الكره في هذه البلاد، خاسر عليه ملايين. يعني داك داكشي ديال الضو، التجهيزه ديال الضو، الكازون اخر جينيراسيون كازون طبيعي، اخر جينيراسيون، خاسر عليه زباد فلوس. عمرك سمع عمرك مشيتو شي ماتش تفضوا في بركان؟ مش جامي دلاش، ما عمرو يطفى، لان تجهيزات واعره وعندهم ان بوست ديال الغزاف احتياطي تاع الضو كاين تما، ما عمر المشكل ديال الضو غير كيطفى هذا يتقطع هذا تشعل هذا. راه ما كاينش اللي يدخل ليا بانه راه حادث فجائي، داكشي مخطط ومصوب. إذن المسائل واضحة، اللي كيآمن واللي كيحلم بأن المنظومة غير تحياد والزواجية المهام تحياد، داكشي شوف راه ما كاينش، راه غير الزواجية المهام إلا شونجي دو ماسك، صافي حيدوا من هنا وحطوا هنا، راه باينة المسائل. دونك بلا ما نبقاو نعذبوا في راسنا، حنا الحل اللي عندنا دابا في عودة نصدعوا راسنا، راه واخا ندخلوا للجامعة راه غيديروا ما بغاو، واخا ندخلوا للعصبة غيديروا ما بغاو، حنا عندنا حل واحد. انا راه قلت هذاك النهار، ما حد القجاع باقي كيسير الكره في المغرب، غتبقى ديما ازدواجيه المهام، وتبقى ديما انتفاعيه واستغلال النفوذ، غتبقى. ولا لاحظتوا البارح الماتش ديال البارح، ما عمر باكر الهيدا يلعب على يهضروا، وكاين النمساوي لان دي ميور على يهضروا اللي كاين في المغرب، النمساوي جالسوا بلاصه وحقا باك الهيدا اللي فيه ديك الحراره وديك النفس وكيبدا يتقاتل وينفر ويغوت وكيحرك الميليو عنده سميتو اريان دروا، زاد عينو في اريان دروا باش ما عمرو يطلع. عمركم سمعتوا الميليو الثاني ديال بركان لاعب ديك الكره يلعب البارح؟ مش جامي دلوقتي، ما عمر بركان ما لعبش بداك الايقاع، ابطا ايقاع ربما في تاريخ بركان، وقيله حتى ملي كانت كتلعب في الحمري، ملي كانت باقا في الحمري وكان القشع عنده صنداله مقطعه، راه في ذاك الوقت واقيلا راه كان باقي، كان ديك الساعه ما كيلعبوش بداك الريتم، كان كيلعبو اخف من الريتم ديال البارح. دونك الله يرحم الوالدين، قيلونا من هذه القضيه ديال حكا الزواج المهام غتصلح الكره، والكره غتكون هذاك الشيء حنا عارفينه وفاهمينه، وما يجيش يوريونا وحنا راه رسنا وسناننا في الكره، ما يجيش يوريونا. دونك الحل اللي عندنا
هذا هو نقويو راسنا من الداخل باش نقويو الجمهور يكون ملتف حول الرئيس وحول سميتو وحول المكتب المديري ومنخرطين كذلك ونحافظ الأسرة ديالنا حتى حاجه ما تخرجش نخدموا في السكوتي كما كيديروا عباد الله ونقويو الفرقه ديالنا باش نحسموه في الملعب راه هذا هو الحل اللي عندنا ديك الساعه يديروا فار يديروا اللي بغاو يديروا يطفيوا الضو يشعلوا الضو والو غتلقى الفرقه واقفه اليوم في التيران وغتغيز الفرقه اللي كتغيز هادشي اللي مطلوب من السيد بدراو وهادشي اللي مطلوب من الرجاويين واللي كيخمم واللي كيفكر واللي كيتصور شي حاجه اخرى راه ما عمرها غتكون دونك غادي نمشي سميتو هاد خينا كما دويت عليه انا في الماتش ديال واتزم هاد السيد ساقنا شي ديك ساقنا بالدارجه هذا ساقنا راه اللي كيتصور شي حاجه اخرى ولا خطا تقني ولا التكتيك عنده ماشي هو هذاك ولا راه كذا راه كيضحك على راسو كيضحك على الوقت راه شوف ساقنا السيد ساقنا يعني تيبان لك بانه دار جميع المعوقات الممكنه باش الفرقه ما تربحش دار انا واتزم وعاود يعني سيب واحد ومنينا ماتش واتزم وماتش ديال اسفي وزد على دو بوين ديال المحمديه هي شحال 8 بوين 8 بوين انا عرفتي 8 بوين كنا حنا الاولين اليز دونك هاد السيد ملي جا وانا جاتني لانفورماسيون بانه هاد السيد جا كيفاش تجا باش الاخوان الرجويين يعرفوا هاد القضيه هاد السيد هذا هاد الطوسي كان انيس كيقلب على مدرب باش يعوض به في الموسم بعد ما كتب عليه لا غاط وهذيك عيط للقجع قال لي راه خصني مدرب دابا هذا رئيس الرجاء باش تعرفوا كيعيط لرئيس الجامعه باش تعرفوا الكره كيفاش كتسير باش تعرفوا ملي كنقول بان هناك تواطؤ من داخل الوزيز مع رئيس الجامعه ومع رئيس العصبه راه ما تقولوش من فراغ عيط ليه قال لي خاصني مدرب خاصني قال لي شكون بغيتي قال لي خاصني عموته قال لي ودي عموته الى جا عندكم راه ما يرجعش للمنتخب دونك راه عنده مهمه خاص يقوم بها راه الى جا راه ما يرجعش قال لي ايوا ودي واش غنديروا السي القجع قال لي اش غنديروا قال لي واخو الطوسي قال الطوسي راه جالس تما كيتشمش مع راسو وكيربح في الفلوس كيتخلص فابو خو الطوسي راه مزيان عنده تجربه راه ينفعكم وعندهم مع لي جون اي لونسي لكم لي جون تستغلوا لي جون سي انيس مادام ما عنده التريال في جيبو وما ناوي يجيب التريال وما قادر يجيب التريال اذا شنو واش غادي يلقى غادي يا سي القجعي الله يا ودي تاخذوا السي الطوسي السي الطوسي مدريد معروف تبارك الله هي هاد الطوسي فين وصلنا يعني الطوسي المدرب الذي يخدم الاجندات الخارجيه ويتعامل مع فريق ويأخذ أجره من الفريق هذا هو المنكر اللي عشنا فيه مع الطوسي دونك الطوسي مشى فحالو جزء من الماضي ولكن الرجويين خصهم يكونوا في يديهم بحال هاد النوعيه ما عمر تدخل للوزيز واخا نعرفو نلونو على الدنيا ما عمر خصو يدخل بحال هاد النوعيه هادي اكبر منافق عرفته انا في حياتي اكبر منافق وربي هو اللي غيتخلص منه هاد السيد هذا لانه غدار 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 كنقول الكلمه وكنسطر عليها غدار يعني كيكون معاك هو تيخدم مع واحد اخر